أنا أخت جزائرية سنية المذهب والحمد لله، أبلغ من العمر 40 سنة، لم يسبق للزواج، وفي هذه الأيام تقدم لخطبتي رجل متزوج ويبحث عن زوجة ثانية، ولكن المشكلة أنه صرح لي مؤخرا أنه شيعي المذهب رافضي المشرب، وأنا اليوم في أشد الحيرة من أمري، ولا أخفيكم بأني لا أعرف ديني بصفة كافية، وقد يستغل جهلي للتشكيك في معتقداتي، فأسألكم المساعدة والنصيحة، وجزاكم الله عني كل خير. يحرم على المرأة السنية الموحدة أن تنكح رجلا رافضيا مشركا مضرا بالدين والتوحيد، ويحرم أيضا العكس، فلا يجوز للسني أن يتزوج رافضية مشركة، بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، ذلك لأن عقيدة الرافضة تتضمن تكفير عامة المهاجرين والأنصار وكل من ترضى عليهم واستغفر لهم مع استحلال دمائهم وتحريم ذبائحهم، وادعاء العصمة في الأئمة المزعومين ووصفهم بالصفات الإلهية واستعمالهم التقية ويقصدون بها الكذب كدين يرضونه، ولهم تفسيرات باطنية للقرآن الكريم، وادعاءهم أن أهل البيت قد خصوا بالعلوم والأسرار التي لم يطلع عليها غيرهم، وتعطيلهم للمساجد وبناء ما يسمونه بالمشاهد والقبور، وتعظيمها أكثر من المساجد، وتمجيدهم مهديهم المنتظر، وجعل الإيمان به ركنا في الإيمان، وتعليق الحلال والحرام به ولو كانت تخالف الكتاب والسنة، هذا غير من طيغ عقيدة الرافضة. والواجب على المرأة أن تقي نفسها من النار، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والوقاية من النار هو الابتعاد عن كل ما يقرب منها ويبعد عن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقك زوجا سنيا صاحب خلق ودين.